لا تستعجل في اتخاذ قرارك. النبي عليه الصلاة والسلام لما وقع بينه وبين نسائه مشكلة، طالبه نسائه بزيادة النفقة، وهو يقول هذا اللي عندي يعني ما عندي زيادة، ثم غاضبهن وأقسم ما يدخل عليهن شهرا، وانتهى الشهر وأنزل الله تعالى آية التخيير، ما هي؟ يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. كل واحدة أعطيها صداقها نهاية الصداق أو كذا، وأقول لها أنت طالق تزوجي غيري يكون تاجر كبير، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم أول شيء على عائشة رضي الله عنها، انظر للتوجيه، قال يا عائشة أنا جئت أخيرك، أنت تريدين تبقين معي؟ وقرأ عليها الآيات، تريدين أطلقك؟ أطلقك، وقرأ عليها الآيات، ثم قال لها إيش؟ قال لا تعجلي حتى تشاوري أبويك. أنت هذا قرار الآن، تبقين مع زوجك أو تطلقين، لا تستعجلي، لا تستعجلي، اسألي أمك وأباك، لا تعجلي حتى تشاوري أبويك. فقالت عائشة فيك أشاور يا رسول الله، ما يحتاج أشاور أحد، قراري معروف، يعني فيك أشاور، هل ممكن أختار الاختيار الثاني الطلاق؟ فيك أشاور، بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة، ما يحتاج أشاور أمي وأبي. فسر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، لكن قوله لا تعجلي ومنهج عنده عليه الصلاة والسلام في التعامل مع الأمور.